السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامج فرسان الميدان. النهاردة بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، يعني كان في شكوى كده جات لنا من أهالي قرية المنوات بمحافظة الجيزة عن تلاميذ المدارس. للأسف الشديد بعض المصانع اللي شغالة هناك تحت بير السلم بيعملوا بطاطس وبسكوت بطريقة غير شرعية وبتتباع للتلاميذ علنا قدام أبواب المدارس دون رقابة من الوحدة الصحية هناك أو الوحدة الصحية في مركز أبو النمرس أو حتى وكيل وزارة الصحة، يعني ما فيش أي رقابة خالص. والصور معانا هو زي ما حضراتكم شايفينها دلوقتي، يعني الصور موجودة قدامنا على الشاشة، وده يعني يعتبر قنبلة موقوتة. يعني مش كفاية ان القرية ما فيهاش لا مية نظيفة ولا فيها صرف صحي ولا فيها يعني شبكة موبايل ولا فيها اي حاجة خالص، وكمان يعني بندمر صحة التلاميذ اللي هم رجال المستقبل. فدي انا يعني ببعت رسالة استغاثة للسيد وزير الصحة والسيدة وزيرة الصحة الدكتورة وزيرة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالجيزة ومديرة أو مدير الصحة بمركز أبو النمرس، يا ريت يكون في استجابة فورية حفاظا على تلاميذ المدارس هناك في قرية المنوات. أخوكم بقى سريعا وندخل على موضوع الحلقة النهاردة. الحلقة معانا جزئين، الجزء الأول هناخد موضوع ماذا يحدث في حزب الوفد. طبعا عارفين حزب الوفد يعني من أقدم الأحزاب وحزب ليبرالي عريق، وحزب موجود من سنة 19 بقاله 100 سنة. وزي ما قلنا قبل كده أن هذا الحزب يعني الأمة إدت لسعد زغلول توكيلات بالدم ولم تسحب منه حتى الآن. الحزب الوفد من بعد وفاة فؤاد باشا سراج الدين تقريبا بيمر كل فترة بمنعطف خطير وبيحصل أزمات وبيحصل مشاكل كتيرة. شفنا في 2003-2004 وشفنا يعني حاسة إطلاق النار إبان فترة المرحوم الدكتور نعمان جمعة. ومعانا اتصال هاتفي، معانا الباشمهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد. مساء الخير يا باشمهندس. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. طمنا يا باشمهندس على حزب الوفد، ماذا يحدث في حزب الوفد، خصوصا انه حزب الليبراليه المصريه وحزب عريق وبالنسبه للمصريين زي السكر، والناس عايزين يطمنوا من حضرتك يا حسين بيه. الوفد خير ولا يوجد اي مشاكل، ومن يحاول ان يفتعل اشكاليات هو يمارس اشياء فشله قبله العديد في تنفيذها. والوفد بخير وأجريت انتخاباته وانتخبت هيئة عليا جديدة ومكتب تنفيذي جديد معاون لرئيس الوفد مع رئيس الوفد، والوفد يسير وينظر للأمام في استعداده للمحليات القادمة واستعداده للتواصل واستمراره في التواصل والتواجد على ارض الشارع السياسي المصري. طيب طوال تاريخ الوفد يا حسين ما سمعناش ان حصل ان يعني في الهيئه العليا ناس طعنت في ان الهيئه العليا مزوره. هناك بعض الاصوات التي تقول ان هذه ان انتخابات الهيئه العليا الاخيره حدث فيها بعض التلاعب. حضرتك ترد تقول ايه؟ هذا هو بالضبط الذي اقصده. اجريت انتخابات الهيئه العليا العديد من المرات، وأجريت انتخابات رئاسة الوفد العديد من المرات، وأشرف في معظمها مجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أشرف على الانتخابات الأخيرة، ولم يحدث مثل هذا. لكن الجديد أن بعضا من المشاركين جاءوا من سلول وبقايا الحزب الوطني الذي تم حله بحكم القضاء المصري، استوعبهم الوفد ولكنهم لم يستوعبوا. طب ومين اللي سمح لفلول الوطن يا حسين بيه بالانضمام للوفد؟ بقول لحضرتك تم تعيينهم في الهيئه العليا الماضيه، واخد بال سيادتك، فلما خاضوا الانتخابات لاول مره اعتقدوا انهم لابد ان يكونوا يكسبوا كل انتخابات، اي انتخابات فيها خاسرين وفيها فائزين، وهذا امر لا خلاف فيه ولا مشاجرة فيه. ف
فإذا خسر الخاسر يعلن أن الانتخابات مزورة، ذلك ليس سلوكا وفديا وإنما هو سلوك موروث من الشمولية البائدة التي صدر قرار بحلها من القضاء المصري، فألقوا بظلالهم على الوفد في مؤامرة واضحة الأركان، لأن ضرب الوفد وهو حجر أساس الديمقراطية هو ضرب للديمقراطية وضرب للتجربة نفسها وفكرة التداول التي يؤسسها الوفد عبر إجراء انتخابات مستمرة ودورية على الهيئة العليا وعلى رئاسة الحزب. طب يا حسين بيه، طبعا احنا عارفين ان حضرتك كل نقطة دم يعني بتكتر وفدية، يعني احنا عارفين حسين بيه منصور راجل وفدي اصيل ووفد عريق، بس يعني اسمح لي اخد حضرتك هنا لنقطة مهمة. هل الناس دي بتحاول افساد مئوية الوفد؟ يعني احنا خلاص على ابواب 2019 يعني مئوية الوفد منذ يعني انطلاق المصريين وعمل توكيلات بالدم لسعد باشا زغلول. يعني احنا في الوقت الذي نحتفل فيه ونستعد للاحتفال بمئوية ثورة 19 ومئوية الوفد، ويعمل الوفد مع مطلع مئويته الثانية، تطلق مثل هذه الاحاديث غير المقبولة والتي يراد منها ضرب يعني اشاعة اجواء وملبدة حول الوفد، غرضها طبعا مفهوم. سبق قبل كده أن وجهت العديد من الضربات للوفد في محاولة لإلقاء التهم عليه، ودائما كان يذهب كل من حاول أن ينال من الوفد ذهب إلى ما ذهب إليه تاريخيا، وبقي الوفد وبقيت مسيرته الوطنية التي هي جزء وهي تعبير عن الحركة الوطنية المصرية. طيب هناك أصوات في المعسكر الآخر بتقول إن يعني كان كرسي الهيئة العليا مقابل يعني ملايين الجنيهات، هل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، كلام غير صحيح. أولاً العمل العام يقوم على فضيلة التبرع، يقوم على فضيلة التبرع، واخد بال سيادتك؟ غياب فضيلة التبرع عن العمل العام هو الذي أدى لظهور الجمعيات الممولة، مش كده ولا إيه؟ والوفد يستعيد، يحاول أن يستعيد سيرة التبرع وفضيلة المشاركة والتمويل العام، لأن العمل العام عمل طوعي وليس عمل بأجر. ولكن هذه الأكاذيب التي صيرت غير صحيحة، والدليل على هذا أن من قال هذا قال أنه يطلب الاندماج بالحزب، معنى هذا أن تندمج مقراته مع مقرات الوفد، فدمجت مقر الحزب المزعوم مع مقرات الوفد لم تدمج ولم يعترف بها. لقد اعتدنا مثل هذه الأكاذيب وفعلها عندما دخل الوفد، فهذه الأقوال أقوال مرسلة تستند إلى تاريخ من عدم التنفيذ وعدم الالتزام، ودائما يطلق مثل هذه الأقوال، وهذا أمر غير مقبول. طيب يعني كان رئيس الحزب قرر، المستشار بهاء ابو شقه قرر تحويل رئيس الحزب السابق للتحقيق، وبيقول ان هو ليه يد خفيه في هذه الاحداث، ما تعليق سيادتك يا باشمهندس؟ لا يا فندم، هو الامر الوحيد اللي الامر بنتكلم فيه تشكيل لجنه لمناقشه الاوضاع الماليه المتعلقه بعقود الجريده وما شابه، ومن فسخ عقود وما شابه، لجنه في الحزب لمناقشة ما حدث حتى يمكن تحديد المسؤوليات بالضبط عن ضياع اللي ليه حكم ب 18 مليون جنيه فضلا عن فسخ العقد. فكل هذا الامر هيعرض على لجنة للتحقيق والتثبت والوصول للرأي الصحيح. طب هل سيستعيد الوفد سيرته الاولى يعني كما عاهدناه ابان فؤاد باشا سراج الدين حزب قوي وحزب في الشارع؟ الوفد لم يفقد الشارع ولم يفقد مصداقيته حتى يستعيدها، نحن موجودين والوفد يواصل معركة وجوده في الشارع المصري والتعبير عن طموحات ومطالب المصريين، وهذه قضيتنا. أما ما يحدث هو رغبة في ضرب التجربة الديمقراطية نفسها وليس ضرب الوفد فحسب. سبق
لحريق القاهرة أن كان له أكبر الأثر في ضرب التجربة الديمقراطية والقضاء على فكرة التداول. فاليوم محاولة ضرب الرد هو وسيلة الديمقراطية وأمل المصريين فأن يكون هناك يعني تداول دوري وانتخابات دورية في الوطن تجرى، لأن الوفد يقدم هذا النموذج منذ عودته الثانية في 84 وهو يجري مثل هذه الانتخابات دون أن يحدث أحد مثل هذه الأقوال. والمجلس الوطني الذي أشرف على الانتخابات ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة ولم يحدث مثل هذا. فما الذي ما الجديد؟ هذا هو السؤال، ما الذي حدث وما الجديد في الأمر؟ فقط هو كده. طب تعليق حضرتك على فصل عدد من أعضاء الهيئة العليا السابقين يا باشمهندس. يعني احنا عارفين ان حزب الوفد هو حزب الليبراليه المصريه وحزب يعني حزب ديمقراطي، هم يقوموا باعمال سبق ان قام بها اخرين فادخلوا احزاب اخرى في مشاكل واوقفوا احوالها مثلما حدث في حزب الاحرار ومصر الفتاه وحزب العمل. هم يريدوا ان يخلقوا اشياء ويطلقوا اقوال غير صحيحه بغرض اثاره ضوضاء، ولكن ماذا نصنع؟ ففي هذا الأمر هم يشقوا الشرعية ويريدوا أن يضربوا فكرة الديمقراطية أصلا وأمان الديمقراطية في مصر أصلا وليس في الوفد فحسب. فمواجهة مثل هذه الأعمال يجب أن يكون مواجهة حاسمة لصيانة التجربة ولحفظ واستمرار مسيرة الوفد. طب ما كانش ممكن أنه تجتمعوا إلى كلمة سواء؟ يعني يبقى في يعني الموضوع يتاخد. ليس له علاقه بكلمه سواء. الفكره ان احنا هذه الاقوال لا يصح ان تطلق، لان الجميع حدث ان الفرد كان في مواجهه الجميع وبحضور كافه المرشحين، الفرد والتجميع والناس كلها حاضره ولا جديد في الامر ولم يحدث مثل هذا من قبل. فما الذي جد؟ الذي جد ان هناك نيه مبيته ان نفعل هذا، اما ان نكون واما لا شيء، اما ان نفوز واما ان ينتهي الوفد. طب السؤال برضه غريبة. وبالطبع عدد من هؤلاء ممن شاركوا اصلا في تزوير اراده الشعب في 2010 مشاركه فعليه. طب السؤال يا باشمهندس، سمحت لهم ليه بوجودهم في اكبر واعرق الاحزاب الليبراليه، حزب الليبراليه المصريه، يعني سمحت لهم ليه بالانضمام لهذا الحزب العريق؟ لقد تم ضمهم الى الهيئة العليا طبقا لسلطة رئيس الحزب في ضم اعضاء الهيئة العليا، وهذا اللي هو تعيين 10 باشمهندس، تعيين 10 وهذا قوبل بمعارضة شديدة وبالفعل اسقطهم الوفديون في اول انتخابات حاولوا ان يدخلوا فيها. طيب ببساطة اتفضل يا باشمهندس. وسبق ايضا للوفد ان اسقطوا اللائحة المزعومة لتعديل اللائحة المزعوم الذي كان الغرض منه تثبيت وتمكين هؤلاء من الدخول في الحزب، اسقطه الوفديون في انتخابات 30/3 على فكرة، انتخابات الرئاسة التعديل. فهذه مسألة الوفديون حسموها حسما نهائيا. طيب طمنا على الاحتفال بالمئوية وحزب الوفد شكله هيكون ازاي في قادم الايام، يعني كلنا نعود كثيرا على حزب الوفد يا باشمهندس. في لجنة مشكلة وتحتفل وتعد للاحتفال عالمي بالمئوية ثورة 19 ومئوية قيام الوفد، وسوف ينشر برنامج العمل تباعا وحلقاته، وسوف تكون الاحتفالات مستمرة لمدة عام كامل. انا عايز بس انقل لحضرتك شكوى من الشارع، يعني الناس بيشتكوا من 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 عدم وجود الوفد زي زمان، يعني حتى من 20 سنه فاتوا، 25 سنه، 30 سنه تقريبا، فالناس بتشتكي. هل هيبقى في شغل على النقطه دي يا باشمهندس؟ لان ناس كتير قوي بتحب الوفد. احنا حريصين على التواجد والتفاعل مع الشارع السياسي عبر لجنة المركزية الموجودة في الدوائر المختلفة والتعبير عن رؤى الناس والتفاعل مع مطالبها، وهذه مسألة شاقة متوقفة على تطور يعني المناخ العام وانفتاحه والقدرة على التواجد والتفاعل، وهذه المسائل كلها تبنى بالتراكم والتواجد واستمرار المسيرة. ومصر كافحت طويلا لتصل للديمقراطية ومن أوائل الدول التي أقامت برلمان من 1866، فنحن بالفعل إذا مسيرة وطن يسعى لأن يمتلك كل المصريين وطنهم
وثروتهم وحريتهم. طيب حضرتك ممكن تكلمنا عن الاستعداد للمحليات وانتخابات البرلمان القادمه في ظل هيئه عليا جديده ورئيس جديد؟ الانتخابات لما يصدر هنعرف تقسيم الدوائر وهنعرف رايحين فين وجايين منين، لكن احنا على مستوى الدوائر المركزيه بنستعد لها ونستعد للنزول بمرشحين يعني في تماس دائم مع دوائرهم ومع اهالي الدائره، لكن احنا في انتظار القانون لما ينزل نقول نطرح يعني ونشوف تقسيم الدوائر والوضع رايح فين وجاي منين. طيب اتعودنا دايما ان السكرتير العام دايما بيبقى يعني في حزب الوفد اتعودنا انه بيبقى مسيحي، يعني عارفين ان الوفد هو اول يعني من بادر بعنصري الامه وبيضم اليه يعني كان سكرتير عام الوفد قبل كده الاستاذ سعد فخري عبد النور، وقبل كده كان منير فخري عبد النور. منير بيه فخري عبد النور واخد بال سيادتك، وهذا الامر يعني مش فقط يعني هي يعني عادة متوارثة، ولكن السكرتير العام على باب العموم منصب عضو في المكتب التنفيذي له صلاحية تنظيم العمل التنظيمي في الحزب، بيكون دائما متجه إلى الموجود والقادر على التفاعل والتواصل مع اللجان، فهذا الامر ليس مرتبط بحال كونه ان يكون مسيحي او مسلم، لكن الوفد في تمثيله وفي تعبيره هو يعبر عن قضايا القبول الاخر والوحده الوطنيه والتسامح والمواطنه، لان المواطنه في قضيه الوفد وهي مناط الحقوق والواجبات، وهذه قضيه الوفد حريص عليها، ليس الامر فقط شكليا متعلقا بان يكون السكرتير العام مسيحيا فحسب، ولكن ان تكون الممارسات هي ممارسات المواطنه، وان تكون الكفاءه هي معيار المفاضله وليس اي معيار اخر من محسوبيه او قرابه او تمييز ديني، وهذا هو ما يسعى الوفد ويحرص على نشر هذه الثقافه وان تكون وضعا عاما ووضعا مقننا. أنا آسف للإطالة يا باشمهندس، بس فرصة إن حضرتك معايا، وأنا عارف يعني إن حضرتك كنائب رئيس الوفد ونجحت بأعلى أصوات للمكتب التنفيذي، يعني كنت عايز حضرتك تطمنا بس على ملف النيل، لأن الوفد هو من 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 أولى الأحزاب اللي بيهتم بهذا الملف، خصوصا وإن مصطفى باشا النحاس كان ليه كلمة خالدة: تقطع يدي ولا أمضي على وثيقة تفصل فيها السودان وعن مصر. قضية النيل هي قضية كل المصريين وقضية الوطن باكمله، وبالطبع كل مصر، ولكن لابد ان يكون الوفد لاعبا رئيسيا فيها يا باشمهندس. يعني كل مصر ملتفه حول القياده السياسيه في تناولها ومعالجتها للقضيه، والجميع مجمع على انه لا يمكن ان يكون هناك مساس لمياه المصريين، ودائما هناك الدراسات العلميه والدراسات الخاصه بالري التي هي اساس للرؤيه والمحاسبه والاشراف والمواجهه، وهذا الامر لن يتم التخلي عنه، دي قضيه حياه المصريين، يعني مش قضيه رفاهيه ولا قضيه راي، دي قضيه حياه كل مصري. شكرا لحضرتك يا باشمهندس، شرفتني في برنامج فرسان الميدان، متشكر جدا المهندس حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، شكرا لحضرتك. طيب هنقول يعني احنا بنقول ان حزب الوفد هو حزب الليبراليه المصريه، وهو حزب انشئ سنه 1919، فما يحدث في الوفد يعني بيهم كل مصري بل كل عربي. في الفترة الأخيرة أو في يعني حصل إن يعني انتخابات الهيئة العليا، وانتخابات الهيئة العليا بتنتخب من الهيئة الوفدية اللي هي بتعتبر أعلى يعني مكتب في الوفد وله الحق في انتخاب الهيئة العليا. الهيئة الوفدية اختارت أعضاء الهيئة العليا، فلقينا ان فريق تاني خرج وطعن في ان هذه الانتخابات شبه بعض من التجاوزات، او كما قيل في مختلف وسائل الاعلان كان فيها تزوير. لذلك حبينا يعني نستوضح ونوضح الحقيقة ونضع المشاهد في الصورة كاملة، خصوصا وان يعني جبنا الباشمهندس حسين منصور وهو نائب رئيس حزب الوفد، ويمكن كان مساعد رئيس حزب الوفد قبل كده، وعضو هيئة عليا من ايام فؤاد باشا سراج الدين، للايضاح ولطمأنة الشعب المصري، خصوصا ان احنا داخلين على مئوية حزب الوفد. وحزب الوفد زي ما بنقول وبنكرر دايما ان حزب الوفد لا غنى عنه، وهو بالنسبة للمصريين بالظبط زي السكر، يعني كنا ندخل اي مصلحة نروح اي مصلحة
الصحافه كنا نقابل محافظ وزير او وكيل وزاره، فكان يقول ده انا والدي وفدي، انا يعني عايز لما اطلع على المعاش انضم للوفد، نظرا للشعبيه الجارفه والشعبيه الهائله لحزب الوفد اللي هو يعني بيعتبر زي ما قلنا معقل الليبراليه المصريه وحزب الوحده الوطنيه. لذلك كنا لازم نستوضح ونوضح كل ونضع المشاهد امام الحقيقه كاملا فيما يحدث هناك في بيت الامه، لان احنا بنحاول ان احنا نحافظ جاهدين ونبذل جهدا جاهدا للحفاظ على هذا الحزب العريق. هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي كان وما زال إلى الآن لم يتقاضى مليما واحدا من الدولة. كل الأحزاب كانت تتقاضى يعني من الدولة دعما، ورفض الوفد، وكان ذلك يعني منذ عودة الوفد في سنة 76 وتحديدا 79 حتى قامت ثورة 2010، فكان هو الحزب الوحيد الذي لم يتلقى مليما واحدا دعما من الدولة. فلذلك كنا بنحاول ان احنا نوضح كل هذه الامور امام المشاهد وامام راجل الشارع. هندخل بقى على نقطة تانية واهمية وحاجة تانية، هنتكلم عن يعني الارشاد الاسري والتربوي ويعني وتعديل اسلوب الطفل. بنشوف بعض التجاوزات لبعض الاطفال، خصوصا يعني ان الاطفال في ظل وجود التابلت والموبايل يعني بيبقى الطفل عنده سنتين ثلاثة وبنلاقيه يعني يا بابا بيجيب له او مامته بتجيب له تابلت او تليفون، وبالتالي الطفل بيقعد ساعات طويلة على التليفون او التابلت. هل هذا الموضوع يعني هيسبب مثلا مشكلة ما للاطفال؟ هل نضوج الطفل هيبقى نضوج بشكل سليم وشكل صحيح، ولا الموضوع بسبب كل هذه التكنولوجيا هيبقى فيه نوع من المشاكل؟ وهنتكلم كمان عن حالات الطلاق مع يعني ياريت لو الدكتورة هبة الطماوي، بنحاول يعني نتواصل معاها على التليفون. عايزين بس ايه زي ما بقول لحضراتكم كده نعرف حالات الطلاق الكتيرة اللي انتشرت في المجتمع، الناس يعني هنكلمها برضو ازاي ان بيبقى فيه سلوك قويم او سلوك مش قويم، ازاي يعني بنحصل ان احنا سمعنا عن طبيب انتحر مؤخرا، يعني بنسمع عن كل هذه المشكلات. طيب يعني هل في حل او في حلول جذرية لكل هذه المشكلات؟ هل في عوامل نفسية فعلا؟ هل الابتعاد عن الدين؟ هل السلوك؟ يعني هل الدنيا بتبقى ماشية ازاي؟ وبرضو هنقول ازاي البيت بيبقى هادي، وازاي بنحاول ان احنا بنخلي البيوت. طيب معانا الاستاذه هبه الطماوي اخصائيه الارشاد الاسري والتربوي وتعديل سلوك الطفل. اهلا بيك يا فندم منوران. اهلا بيك يا استاذ محمد، ازاي الصحه؟ ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف خير يا فندم. بداية بس يعني أنا كنت عايز، أنا عارف إن حضرتك كنت إعلام يعني وحولتي من إعلام لإرشاد أسري، يعني يا ريت حضرتك تكلميني عن هذه التجربة. مظبوط، أنا أساساً بكالوريوس تجارة خارجية دفعة 2007، وبعدها دخلت كلية إعلام جامعة القاهرة مركز التعليم المفتوح 3 سنين. قبل ما أخد البكالوريوس سبت الكلية واتجوزت وسافرت. فبعد ما اتجوزت حسيت ان انا داخله حياه جديده مش عارفه عنها، عايزه افهم سيكولوجيه الرجل، عايزه اشوف الدنيا فيها عشان الحياه تبقى كده مستقره وجميله. فبدات ادرس واخد كورسات واقرا كتير جدا في سيكولوجيه الرجل. بعدين ربنا كرمني باطفال، فمن اول طفله بدات ادرس في تربيه الاطفال وفي تعديل سلوكهم، وحبيت المجال ده قوي، وبقيت اساعد بيه اصحابي واكتب بيه على الفيسبوك واساعد بيه الناس. بعدين لقيت ان الموضوع ده فيه، وانا حابه جدا النفع والمساعده، ولقيت ان الموضوع مهم جدا ان احنا قبل ما ندخل علاقه جديده او نربي اطفالنا نبقى دارسين نربيهم ازاي، قبل ما نتجوز نشوف دماغ اللي قدامنا عامله ازاي ودماغنا ايه، احتياجاته ايه واحتياجاتنا ايه. فبدات بعد كده اعمل بقى دبلومات مهنيه
دبلومات مهنيه تاهلني بقى لسوق العمل، وان انا اقدر اشتغل بقى بطريقه احترافيه بقى، مش بيبقى كورسات استخدام شخصي، لا دبلومه مهنيه اقدر اشتغل بيها. فانا لقيت في ده شغفي، لقيت ان ده الحاجه اللي انا بحبها، قمت مغيره بقى على طول. قلت لا مش اعلام بقى، عايزين ارشاد اسري وتعديل السلوك، دي اكتر حاجه المجتمع دلوقتي محتاجها. لو بصينا لسلوك الافراد دلوقتي او الشباب او المراهقين او والناس هم داخلين على الجواز، بنلاقي المشاكل اللي عندهم اساسا داخله من الطفوله. نيجي نشوف مشاكل الطفوله، تبقى نلاقي اساسها الاب والام، ومشاكل بين هما الاثنين اتنقلت للاطفال، فتلاقي الموضوع كده مترتب في بعضه. فالموضوع مهم، لو حلينا المشكله دي او عرفنا اسبابها ايه واشتغلنا عليها، هيقدر بعد كده بقى المجتمع كله حلو ينصلح بفضل الله ان شاء الله. حبيت قوي المجال بصراحه. كنت عايز اسال حضرتك، يعني هل سلوك الاطفال يعني بيتاثر بعصبيه الوالد او بعصبيه الوالده، ولا الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ يعني خصوصا ان الاطفال حضرتك دلوقتي في عصر التكنولوجيا، فبنلاقي ان الطفل سنتين وسنتين ونص يعني بيبقى معاه تابلت او معاه الموبايل وقاعد عليه بالثلاث اربع ساعات. هل هذا الكلام يعني صحيح ولا يعني حضرتك؟ طبعا صحيح 100%. الاطفال زي الاسفنجه، يعني الاطفال في العمر اللي حضرتك شرحته ده بالظبط بتمتص كل حاجه حواليها. في مشاكل في الاسره هتتنقل للاطفال، في عصبيه وشد وجذب وشتايم، والاب بيعنف الزوجه وبيضربها، هيطلع الطفل عنيد، هتطلع يجي مثلا الزوج عنده مشاكل في شغله وحياته، فمش عارف يعبر عن غضبه ده في الشغل او مع مديره، فيقوم راجع البيت منفس عن غضبه مع زوجته، فزوجته مش هتعرف ترد عليه او تتعامل معاه بنديه، فبتنفس عن غضبها مع الاطفال، فتلاقي ده هي بتزعق في الاطفال لو كسر حاجه بدون وعي. طفل عادي طبيعي بيلعب، سنه اكتشاف دلوقتي، يعني طبيعي يكسر حاجه، طبيعي يعمل حاجه، احنا دورنا نشيل الحاجات المهمه من قدامه. يعني انه يكسر حاجه ده شيء طبيعي، ظاهره صحيه. اه طبيعي ده، يعني احنا المفروض في يعني الفتره دي نبقى عارفين ان سيكولوجيه الطفل في الفتره دي هو عايز يستكشف الحاجات اللي حواليه. حاجه انت خايفه عليها شيليها من قدامه، موبايل ريموت، مفاتيح العربيه، الحاجات المهمه دي، ونسيب المكان قدامه بقى براحته ما دام امان، ما فيش ازاز، ما فيش حاجه حد، نبعد ده. فتقوم الزوجه تنفس عن العصبيه اللي زوجها عملها عليها مع الايه، مع الاطفال، مع طفلها، تتعصب عليه وتشتمه وتضربه، هو طفل يا عيني سنتين وثلاث سنين لا يفقه في الحياه شيء. فيقوم الطفل منفس عن غضب ده على ايه، يقوم مكسر الالعاب. لو الطفل دوت بيروح حضانه تلاقيه عصبي في وسط الاطفال، ده بيعض الاطفال، بيشد شعرهم، تلاقيه عصبي مع بره. شويه شويه هي هو يتعصب وهي تتعصب، هو يتعصب البيبي او الطفل والام تتعصب عليه. تيجي تطلب منه حاجه يقوم قايل لها لا، معاند معاها، فهي تعند معاه، تقوم ضرباه. كل ده بص كله مترتب على بعضه، يعني لو حلينا المشكله من جذرها كل ده هيختفي بامر الله. طب ان هو بيقعد يعني على التابلت او التليفون بالساعتين والثلاثه، هل ده صحيح؟ لا غلط. لا غلط تماما، خصوصا اقل من خمس سنين غلط. غلط 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 غلط. هي للاسف هو دلوقتي الحاجات الالكترونيه دي بقت غصب عننا، بقت داخله في كل بيت. يعني الصح ايه يا دكتوره؟ ان انا ما اخليش نلهيه العاب تناسب عمره، المكعبات، بازل، حتى لو نجيب له مثلا علب الحاجات البلاستيكات اللي عندنا في المطبخ يخبط عليها ويلعب بيها، ورقه وقلم ويرسم ويلون، نجيب له حتى مش لازم نجيب العاب غاليه، ممكن نجيب له شويه مكعبات او مشابك يقعد يعدها، يجيبها يمين يجيبها شمال، اي حاجه تنمي ادراكه الحركي مثلا البصري، يتعامل بايده، لكن هيفضل قاعد على التابلت بيستقبل فقط ما بيرسلش. ما هو العاب مثلا الكترونيه شغاله قدامه بحركه عاليه بسرعه بالوان، الحاجات دي مش واقعيه، يعني الالوان والحاجات الحركه الشديده اللي في الالعاب اللي هم بيشوفوها على الالكترونيات وكده، دي في الواقع احنا ما بنمشيش كده، ولا بنمشي نتنطط كده، ولا الوان الحياه كده، فاهم حضرتك؟ فهو لما يتقوقع قوي في العالم ده هتلاقيه العالم اللي حواليه هو مش هيتقوقع معاه، مش لافت نظره اصلا، مش يعني مهما عدينا من قدامه، مهما كلمناه، مهما ناديناه، مش لافتين نظره، هو متقوقع كده مع العالم بتاعه، مع نفسه. فطبعا غلط اطلع بقى شخص انطوائي ومشاكل كتيره جدا بعد كده. لا طبعا انا مش بنصح تماما باي العاب الكترونيه اقل من خمس سنين، وبعد خمس سنين بقى نص ساعه لو حاجه كده بقى ايرجنت بقى، يعني
حاجه كده تعليميه وفيها تفاعل بين الطفل وبين بين الام مثلا، تكون موجوده مثلا حاجه تعليميه، حاجه مثلا بيعلموا لغه كده. لكن ان احنا نسيبه له بالساعات او نسيبه له قدام التلفزيون بالساعات والام تبقى مشغوله بتشتغل وليها حياتها وليها كذا، تيجي تتعصب يجي، لا طبعا. ما هو دوت بقى بيبقى سببه ايه يا فندم؟ اسفه، بيبقى سوء وعي من الامهات. احنا معلش انا اسفه، احنا لما بنيجي نسوق العربيه ما حدش بيقدر يسوق عربيه غير لما يكون واخد رخصه قياده، صح ولا غلط؟ متعلم ودارس وعارف ازاي ومجرب علشان قبل ما يسوق العربيه. طب انا دلوقتي هربي طفل، انا اتعلمت ايه عن تربيه الاطفال علشان اقدر اطبق ده مع اولادي؟ ما اتعلمناش حاجه. مع الاسف بيبقى ناس داخلين علاقه زوجيه كل همهم الفرح والهانيمون هيبقى فين والميك اب مع مين والحاجات الغاليه دي، لكن بيستخسروا ان هم يشتروا كتاب او ان هم يحضروا كورس مع اخصائي بروفيشنال مثلا يشرح لهم نقط معينه لازم يركزوا عليها، اخطاء معينه لازم يتجنبوها. ما بيحبوش يصرفوا في الحاجات دي، ما اعرفش ليه، رغم ان ده صلب كل حاجه. طب انا اسف للمقاطعه يا هبه هانم، يعني انا عندي طفل، يعني عندي عمر سنتين ونص، تمام؟ فانا جايب له تابلت، وهو يعني مش بيسكت غير لما يمسك يا الموبايل بتاعي يا بتاع مامته. يعني لان هو بيروح مثلا عند ولاد عمه ولاد خالته، فبالتالي هم يعني فوق الخمس سنين، فكل واحد معاه تابلت، فبالتالي هو كان بيعيط فجبت له يعني التابلت. هل يعني الموضوع يعني خطر؟ ايوه، هو دلوقتي هقول لحضرتك، يعني هو شافه عند اولاد قرايبه فحب ان هو يجيب زيه، فحضرتك رحت استجبت لرغبته وجبت له برضه ده؟ ما بيعيط يا دكتوره يعني. لا، نديله بديل. نديله بديل علشان احنا مش عايزين الطفل في العمر ده ان هو يتعود ان كل حاجه يشوفها مع عند حد احنا نقدر نجيبها له. طب ايه هي الخطوره اللي بتمثل في هذا السن من هذه الاجهزه الالكترونيه يا دكتور؟ لا، نبعدها تماما، نديله البديل، بس مش نبعدها ونسيبه لوحده كده، لا نديله بديل، حتى العاب، مكعبات، حاجات، العاب تنمي الذكاء، تخليه يشتغل بايده، حتى لو الام مثلا تاخد الطفل معاها حتى المطبخ كده على الارض كده وتطلع له الحلل والمعالق يخبط فيها يعمل اصوات، دي هتلهيه جدا. لكن ما ينفعش امسح بيه منه مره واحده واسيبه كده مع نفسه وما اديلوش بديل. وفي حاجة معينة برضو عايزة اقول لحضرتك عليها، واحنا مش عايزين برضو نعوده من سن صغير ان اللي يشوفه عند حد يبقى احنا نقدر نجيبه له. هي ممكن تيجي دلوقتي مثلا في حاجة بسيطة، تابلت او زي طقم معين عليه، لعبة معينة او رسمة معينة الاطفال بيحبوها فشبط فيها فجبناها. لا، بعد كده لما احنا يتعود ان كل اللي حاجة هتشبط فيها هنجيبها لك، ممكن بعد كده يشبط في حاجة ما نقدرش نجيبها له، هيقعد يعيط ويكسر ويمرمغ نفسه في الارض فليه؟ ومش عايزينه يبقى مكتفي كده بذاته كده وباسرته كده، عنده اكتفاء كده، مش نعوده ان هو نقعد نقارنه او هو نفسه يبدا يقارن نفسه بالاخرين. يجي بعد كده تيجي يكبر شويه هتلاقي الاب والام يقارنوا ابنهم باولاد غيرهم او اولاد صاحبتهم، بص جاب نتيجه وانت ما جبتش، بص ما اعرفش ساعدت مامتها وانت ما ساعدتيش. نفضل نقارن الاطفال بغيرهم، المقارنه دي شيء سيء جدا على فكره وبيأثر جدا بالسلب على نفسيه الطفل. يعني احنا كده بنوصل له رساله مخفيه ان الشخص اللي انا بقارنك بيه دوت انت اقل منه. طب ايه هي الاضرار يا دكتوره اللي بتسببها يعني الاجهزه الحديثه الالكترونيه للاطفال؟ يعني عايزين نعرف ايه الضرر المباشر. مش واضح. نعم؟ بقول لحضرتك معلش انا قطعت صوتي شويه. كنت بقول لحضرتك ايه هي الاضرار اللي بتسببها الاجهزه الحديثه والالكترونيه على الاطفال؟ اهم ضرر ان هو هيخليه لوحده منطوي، هيخليه في عالم لوحده كده، في بؤره، في قوقعه كده لوحده، مش مختلط مع العالم. نيجي نخليه مثلا يروح مدرسه او يلعب العاب جماعيه تلاقي نفسه حابب يبقى منطوي، العاب فرديه تاثر على المخ، تاثر على تاثيره، ممكن تخليه يتاخر في الكلام، لان احنا مش بنتكلم معاه هو مستقبل فقط. يعني فاتح مثلا تابلت ولا حاجه عليه كرتون وعليه حاجه، هو ما بيتكلمش مع التابلت دوت، هو بيضحك بيتفرج وبس، فبيستقبل بس. فتيجي تتكلم ممكن جدا يتاخر في النطق، لان ما فيش حد بياخد ويدي معاه، الام مش موجوده تاخد ويدي معاه، الاب الاولاد وقت ياخد ويدي معاهم يتكلم، يقعد حتى دي معلقه دي شوكه
دي علبة، دي كورة، دي ايه كورة، قول دي كورة. نبدأ نتكلم عليه يبقى مستقبل ومرسل، مستقبل ومرسل. لكن ان هو يبقى ماسك التابلت او ماسك الاجهزة الالكترونية الواحد متقطع فيها مع نفسه، لا طبعا انا ضد الموضوع ده تماما تماما. طيب بالنسبة للعصبية، العصبية اللي حضرتك كنا بنتكلم فيها من شوية، سواء من الأب أو من الأم، إزاي يعني الطرفين يخلوا البيت يبقى هادي، يبقى فيه هدوء، علشان بالتالي الطفل ما يتأثرش؟ رقم واحد، نبعد الطفل تماما عن مشاكلنا، مش مشكلتهم ومش طرف فيهم، يعني ما نجيش قدامه ونتخانق. ما تجيش الام مثلا تقول لطفلها ده انا متخانقه مع بابا ما تكلموش، فاحنا هناكل قبله، تحسسه ان في مشكله، طب روح اتجسس على بابا، روح هات موبايله، روح اسمع بيكلم مين، وتعالى قول لي بيكلم تيتا بيقول لها ايه، بيشتكي لها. نخلي الطفل جزء كده من مشاكلنا، ده اكبر غلط، بتاثر جدا 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 على نفسيته. احنا لازم نعرف سبب المشكله ايه ونحلها. هو متعصب ليه؟ انت متعصبه ليه؟ نقعد مع بعض كده مع حد استشاري كده يقدر يساعدهم، نشوف المشكله ايه سببها ونحلها. بس من هنا لحد ما نعمل الجلسه دي لازم، ممنوع تماما الاطفال يحسوا باي مشاكل. هي مش مشكلتهم، مش مشكلتهم نقول لهم الدنيا ومش عارفين نجيب لكم اكل ومش عارفين نشتري لكم مش عارف ايه، شفت بابا اتاخر، شفت بابا ما اعرفش ايه، ونقعد ندخل الاطفال في مشاكلنا. طب ازاي احنا كل دوت اقل من قيمه، وكل ده بيتخزن في نفسيه الطفل، وبيقعد بقى رابط في دماغه بقى، وهم بقى مشغولين بمشاكلهم وبحياتهم، وسايبين الطفل مع تابلت، سايبينه مع الناني، سايبينه مع حد ما نعرفش بيدخل ايه في دماغه، او نسيبه يلعب مع نفسه وما نعرفش ايه المدخلات اللي داخلاله اللي هتكون شخصيته بعد كده. لا انا ضد تماما ان اي مشكله الاطفال تدخل فيها طرف ابدا، ولا حتى تسمع عنها، ولا يحسوا ان في مشكله بين الاب والام، دي ما ينفعش. طب وبالنسبه يا هبه هانم، لخطوره البيبي سيتر او الخادمات يعني في هذا الموضوع، لو دورها رعايه ولا احنا جايبينها دورها تربيه؟ لو دورها رعايه ممكن تساعد لو الام عامله. لا الام يعني بتجيبها وبتسيبها، ما بترجع لهاش غير بالليل مثلا يعني، فبتسيبها طول الوقت او مع الطفل بالتالي يعني. لا مش مع انها تقعد ساعات كتير، هي المفروض لو بيبي سيتر او حد او ناني او حد هيقعد مع الاطفال، يبقى ده فقط رعايه مثلا، تشوف لبسهم، سوري تدخلهم التواليت، كده الحاجات دي. لكن ولا تذاكر لهم، ولا تديهم قيم ولا مبادئ ولا اخلاق، ولا تقول لهم لا عيب ما تقولش كده، لا ما تربيش ابدا، انني ما تربيش، هي دورها رعايه فقط. تهتم بالملابس، تغير الحفاض، تروق الاوضه، الحاجات دي، تهتم بالاطفال كده، تسرح لهم شعرهم، الحاجات دي رعايه فقط. لكن التربيه كلها على الام كلها، ما ينفعش اثني دور التربيه لحد تاني خالص. ما هو للاسف بقى الناس يعني برضو بسبب ايه؟ بتخلط بين الرعايه وبين التربيه، تفتكر ان انا خلاص انا ام، انا دوري ان انا ااكل واشرب واحمي واذاكر واعمل، هو ده دوري. لا ده دور الرعايه، يعني كون ده حاجه ممكن غيري يقدر يعملها، اذا ده مش دوري. لكن التربيه، زرع القيم، المبادئ، زرع الاخلاق في نفسيه الطفل، اخلي ابقى انا من جوايا كويسه ومتغيره علشان ينعكس ده على اطفالي. اما اجي مثلا اطلب حاجه من باباهم اقول له لو سمحت ممكن تناولني مثلا ريموت، حاضر يا ماما، يشوف الديالوج ده داير قدامه، فالطفل هيكبر هيقول لبابا لو سمحت، ولما هيجي يقول اتفضلي هيلاقي شكرا، تسلم ايدك، هيلاقي الحاجات الصغيره دي مش بتبقى موجوده مع النانيز خالص، هي دورها رعايه وليس تربيه. يعني هو الطفل بيتعلق بال 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 بالخادمه مثلا، او بيبقى فيه تغيير في سلوكه بسبب هذا الموضوع؟ ممكن طبعا، وممكن يتعلق بيها اكتر ويحبها عن مامته. طب ده بيسبب مشاكل نفسيه ليه في المستقبل؟ طبعا. والام بعد كده هتحس انها ابنها متعلق بحد تاني غيرها، فهتعبها برضه نفسيا. يعني انت هتشتغلي والحياه عمليه وكده، هتجيبي ناني ممكن تساعد ساعه ساعتين. يعني انا عندي ناني، انا عندي ناني لاولادي، بس بتجي لي ساعتين بس في اليوم. طب انا عندي شغل بس ساعتين بس، دورها كله رعايه،
مش دورها ما لهاش دور تربوي تماما. يعني مره شفتها بتتكلم مع بنتي وماما وبابا ومكعبات وبتبدا تخليهم يتكلموا، وقلت لها لا سوري انت دورك رعايه فقط، تشوف الالعاب، تلم الالعاب، تدخلهم التواليت، تحضر مثلا الحاجات البسيطه، حتى الاكل انا اللي احضره لهم وهي ممكن تاكلهم تجيب بعدي. لكن ان انا اسند لها التربيه والرعايه واخليها هي تتعلم الكلام منها وبلهجتها ونطقها والكلام ده، لا الصراحه مرفض تماما. وانا يمكن علشان بس ظروف شغلي وضغوطاتي والدراسه عندي وكده واخده كتير من الشغل والاستشارات، فبحاول بس حتى يعني الساعتين ساعتين بس كده ارتاح كده منهم ساعتين كده، وانني موجوده في البيت وانا موجوده مش بمشي وبسيبهم خالص. طب فرصه لكن ان انا اسند لها كل حاجه وانها تعمل كل حاجه وتربيه تعلمهم الكلام وتعلمهم القيم والمبادئ والاخلاق، لا 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 طبعا ما ينفعش. طب فرصة هبة هاني وحضرتك معايا برضو يعني على الهاتف، كنت عايز يعني نروح لموضوع التفكك الأسري، يعني حضرتك شايفاه ازاي ونسب الطلاق اللي زادت بشكل لافت، يعني بقت 40% تقريبا دلوقتي. تعرف زادت اخر 50 سنة من 7% ل 40%، 40% نسبة طلاق، يعني من كل 100 حالة طلاق 40 جوازة بتبوظ. 100 زواج 40 حالة بتبوظ، بتبوظ تماما خلاص بيطلقوا. ده كمان دي الاحصائيات دي اللي خارجة من محكمة الأسرة اللي هي لجأوا للمحاكم ولجأوا لمكاتب التسوية، علشان فما بالك بقى بالحاجات اللي بتخلص ودي وبتخلص من غير ما تدخل محاكم الأسرة. فلا الأرقام الصراحة كبيرة. طب ده سببه ايه يا دكتوره؟ يعني سببه ايه؟ يعني اتنين بيحبوا بعض تمام قبل الجواز فاتجوزوا، يعني ايه اللي يؤدي ان بعد الجواز يحصل طلاق؟ اسباب كتير قوي. يعني لو هنتكلم على حاله الحب، ده بيبقى حاله مشروطه، ما بيبقاش حب حقيقي، بيبقى حب مشروط. هي بتحبه عشان بيكلمها كتير، عشان بيديلها هدايا، علشان بيسمعها اغاني، وانت عارف الكلام ده. فتيجي بقى تتجوز هتلاقي بقى بدأوا في حياه والتزامات وشغل وقصات عليهم وبتاع، فهو الحياه خدته، فالحب اللي هي اتجوزها عشانه مش موجود. فاذا الحب بتاعها ليه حب مش حب مشروط، مشروط بحاجه معينه، حاجة معينة، احتياج معين ناقص عندها، فبتعوضه في الشخص ده. بتفضل متعلقة بيه، أو هو بينشغل وغصب عنه مشاغل والتزامات والدنيا، وبقى زوج دلوقتي وفاتح بيته وعليه التزامات ومسؤوليات، فمش بيعرف يبقى رومانسي زي أيام الخطوبة ويخرجها ويجيب لها مفاجآت ودباديب والكلام ده. فتقوم بقى عاملة، وبيبقى المشكلة كمان إيه يا فندم؟ إن سوء فهم. يعني هي مش فاهمة دماغه وهو مش فاهم دماغها. يعني هو مش عارف احتياجاتها ايه، انها في الفتره دي مثلا محتاجه مثلا ان هو يبقى جنبها، او ان هو يقول لها كلمه حلوه، او يفاجئها اول الشهر مثلا لما بورده، حتى بشوكولاته، بحاجه بسيطه كده من اللي هي بتحبها، وهي مش عارفه دماغه ان هو في الفتره اللي ممكن يكون مضغوط وعنده مشاغل وعنده حاجات في الشغل. ان الراجل دماغه سيكولوجيته ما تقدرش، سيكولوجيه الراجل دماغه ما بتخلوش يقدر يفكر في حاجتين في نفس الوقت. فاذا لو هو عنده مشاكل في الشغل او مشاكل في التزامات ماديه او طب عنده طب اي والخيانه الزوجيه يا هبه هانم يعني ليها دور كبير في هذا الموضوع برضو؟ يعني بنلاقي ان معظم حالات الطلاق ان كان بتجيلنا شكاوي مثلا، كنا في 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 في, في احد في, في احدى الجرائد الحزبيه، فكان يجيلنا شكاوي ان بسبب الخيانه الزوجية، ان الست جوزها بيكلم واحدة صاحبتها، بيكلم بنت الجيران، بيكلم يعني ما بتبقاش اللي هي علاقة ممكن تكون الحاجات اللي هي الالكترونية الحديثة اللي طالعة، اللي هو الفيسبوك وتويتر وكده. يعني حضرتك شايفة، هقول لحضرتك هو كل السلوك احنا بنعمله بيبقى وراه نقص او احتياج عندنا. فايه اللي يخلي مثلا الزوجه انها تلجا او تحتاج انها ممكن تتكلم مع حد تاني او تفضفض مع حد تاني من باب الفضفضه، وبعد كده تبدا تتعلق بيه؟ وفي نفس الوقت للزوج هيحس، وخصوصا لما بيحصل حمل في اول شهور الزوجه تفضل مشغوله بالبيبي والحمل الجديد والطفل الجديد، فتنسى نفسها وتنسى جوزها وتنسى كل حاجه وتركز في الموضوع ده، فهو هيحس مش عارف سيكولوجيتها دلوقتي او الفتره اللي هي بتعدي بيها دلوقتي يقوم
لاجئ ان هو يفضفض مع صديقه او بعد كده يشبهها او كده، فبتحصل الصراحه كتير يعني، خصوصا في اول سنه جواز، وخصوصا لما بيحصل حمل في اول شهور الحمل. يعني حضرتك بيبقى في طرف من الاطراف مقصر في حق التاني، يعني عشان كده التاني يعني بيحب ان هو يتواصل مع حد او بيحاول ان هو يعوض الشيء اللي بيفقده. ممكن بس هو بيبقى سوء تفاهم افكار وقناعات، وبعدين الناس بتلجا للاسف للكلام مع ناس غير متخصصين، فتلاقيها مثلا هي بتشتكي انا جوزي بيرجع متاخر ومش قاعد معايا، ومهما جهزت له وعملت له مفاجات يتخانق معايا وينزل او ينام ويديني ظهره، فتفتكري عم تقوم صاحبتها على طول قايله لها لا ده بيخونك، لا ده بيكلم واحده ثانيه، لا ده يعني غير متخصص، فبدل ما بيفيده بالتالي بيضره. بالظبط. وبعدين في حاجه هي عايزه اقول صغيره كده، هي للقناعه او للفكره اللي عندنا ليها طاقه، طاقه يعني شيء بيحدث تاثير ولكن غير مرئي، فهي عن المشكلة 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 يا أستاذة هبة، المشكلة هنا في إيه؟ يعني إن بيبقى في يعني نتيجة الجواز بيبقى في طبعًا في أطفال، تمام؟ فبالتالي يعني غلطة الآباء بيجنوها الأبناء، فممكن يعني الطفل ده يبقى يعني 9 مليون طفل يطلع يعني يعمل لنا مشكلة، يبقى قنبلة موقوتة في المجتمع. طبعًا وبيأذي نفسه وبيأذي والدته وبيأذي الأسرة بتاعته. ما هو بيأذيها، ما هو لما ما بيلاقيش الحق في البيت وما يلاقيش الدعم في البيت وما يلاقيش حد بيشجعه يقول له شاطر انت راجل انت اهل للثقة، ويديله التحفيزات والحاجات الإيجابية الحلوة دي، ما هو هيلجأ ان ياخدها من بره، هيلجأ ان هو ياخدها من بره، فيجي بقى اي حد بقى نيته مش حلوة او حد نيته مش سليمة يقوم ايه داخله بقى من الحتة دي ويأذيه ويستغله ويديله منصب وهمي ويشتغل على هذا الاساس، فيأذيه ويستغله، هو هيبقى مبسوط جدا وهو منساق ورا التايتل دوت او ورا المنصب دوت، اول ما يلاقي حد بيقدره قوي وحد مهتم بيه وحد شايف قدراته، انت بطل انت جدع انت شجاع انت امين، خد الشنطه ديت وصلها لفلان شوف انا واثق فيك ازاي، ويكون هو مثلا بيستغله شنطه فيها مثلا حاجه ممنوعه ولا مخدرات ولا سلاح ولا اي حاجه، ويستغل أو يعني عمليه ارهابيه تطرف يعني نوع من هذا القبيل برضو حضرتك. طبعا ليه؟ لانه هو من البدايه الحته بتاعت ايه، انا رجل وانا اهل للثقه وانا شخصيه محترمه وانا ماما بتحترمني وبابا بيحترمني وبيسمعوا كلامي وبنتكلم، مش لاقي الموضوع ده بره، مش لاقي الموضوع ده في البيت، فيكبر بقى في فتره المراهقه والبلوغ ويدخل الجامعه والكلام ده، اي حد يبدا يديله طرف خيط ثقه او احترام تلاقيه انساق تماما وراهم، فبيدخلوا بقى في مشاكل كتير، مثلا حد يقول انت راجل انت اهل للثقه، انا باعت فلوس امانه لحد باعي معرفش مين لاختي، مثلا مش عايز اكلم جوزها خد الفلوس دي وديها له، والشنطه دي يكون مثلا بيهرب فيها حاجه، وهو يا عيني الولد الغلبان ماشي على سجيته مش عارف هو رايح فين ولا شايل ايه، بس ده بيبقى ابنه بيضحيه، هو من جواه عنده احساس بالنقص، ان انا مش حاسس ان انا اهل للثقه، مش حاسس ان انا بابا وماما بيحترموني، مش حاسس ان انا ليا راي وبيسمعوه، ماما ما بتاخدش رايي في حاجه، ماما على طول بتجبرني، ماما بتقول خش ذاكر ما تكلمش اصحابك ايه، ما تسمعش اغاني ما تسهرش ما تقعدش على النت، دايما تدي له اوامر اوامر اوامر، فهو عنده كبت كبت كبت، اول لما بيخرج للحياه ويخرج للشارع ويشوف الناس يقعد يفرغ بقى عن كبته ده، طاقه مكبوته كبيره جدا عايز يفرغها بقى بره. في روشته سريعه كده يا دكتوره هبه، يعني ازاي ان احنا نحاول روشته سريعه كده، ازاي احنا نحاول رأب الصدع في العلاقه؟ ممكن تعيد السؤال؟ ازاي حضرتك احنا نحاول رأب الصدع الحاصل في العلاقه الاسريه بين المصريين؟ الو ايوه يا فندم سامعاني؟ ايوه استاذ محمد اتفضل. يعني حضرتك ازاي احنا نحاول رأب الصدع الموجود الشرخ الموجود في العلاقه بين الراجل والمراه في يعني اللي بيحصل في الاسره المصريه، عايزين نتلافى كل يعني الكميات الهائله من حالات الطلاق دي قنبله موقوته يعني، والاطفال
حالات الطلاق دي 900. يعني لو حضرتك هتحط لنا روشته سريعه كده يعني تنصحي يتواصلوا مع حد اخصائي بروفيشنال يقدر يساعدهم يقول لهم سبب المشكله ايه ويعالجها. يعني يتواصلوا قبل ما يحصل طلاق، قبل ما يحصل طلاق حضرتك. يتواصلوا مع حد يعني مش لازم طبيب او اخصائي نفسي، بس على الاقل حد حكيم في العيله نقدر نحكمه بينا، حد يكون علاقته ناجحه، زواج مثلا عمي او خالي مثلا متجوز بقاله 40 سنه وحياتهم حلوه ومستقره ومستمعين عنهم غير كل خير، لا نلجا لهم. الناس الكبار دول هيبقى عندهم برضو خبره وهيبقى نيتهم حلوه وطاقتهم حلوه ان هم عايزين يساعدون، نلجا لحد. لكن مش نلجا بقى تروح تكلم صاحبتها ده اتاخر فتقوم صاحبتها تقول لها لا يمكن بيخونك دوري في تليفونك، تيجي تمسك تليفون ويقعد يقول لها انت مش واثقه فيا، انت مش طب ما تكلميش صحابي، لا طب هكلم صحابي ويعملوا مشكله من ولا حاجه من حاجه تافهه. انا بشكر فنتواصل مع حد متخصص يقدر يساعدنا بجد. ما الحاجات بشكر. دي ما ينفعش نتهاون بيها. يعني انا سعيد بمداخلتي معاك النهارده هبه هانم، لكن للاسف وقت البرنامج اوشك على الانتهاء، وان شاء الله يعني توعديني تبقي معايا في حلقه قريب ان شاء الله تشرفينا وتنورينا ان شاء الله. بشكرك الاستاذه هبه الطماوي اخصائيه الارشاد الاسري والتربوي وتعديل سلوك الطفل، شكرا جزيلا يا فندم. يعني النهارده يعني المخرج بيقول لي خلاص ان انا وقتي انتهى، اتكلمنا عن ماذا يحدث في حزب الوفد، وحاولنا نتكلم عن اتكلمنا عن ما يحدث في حزب الوفد مع المهندس حسين منصور نائب رئيس الحزب، واتكلمنا عن اللي بيحاصل في او التفكك الاسري وحالات الطلاق مع الاستاذه هبه الطماوي اخصائيه الارشاد الاسري والتربوي وتعديل سلوك الطفل. انتهت حلقتنا هذا الاسبوع، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.